إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. تمنى المهدي مفتاح حارس مرمى الوداد الرياضي لكرة القدم تحقيق فريقه 3 نقاط خلال المواجهة ضد سيمبا التنزاني يوم السبت في إطار الجولة 3 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالملعب الكبير مراكش. وقال الحارس الثاني لفريق الوداد في الندوة الصحفية التي تم عقدها يوم الجمعة إن الفوز على مولودية وجدة في البطولة سيكون بمثابة جرعة معنوية في مباراة سيمبا. وأكد المهدي مفتاح بأنه لا مجال للخطأ في المباراة الثالثة للوداد بدوري الأبطال بعد الهزيمتين المتتاليتين. وأقر مفتاح بصعوبة المباراة ضد الفريق التنزاني متمنيا في ذات الوقت بتحقيق الأهم وهو الفوز وضمان أول 3 نقاط بعد مرور 3 مباريات في دوري الأبطال.